وصلت المعارض، ابي انوه لشيء مهم. انا بصور لكم سيارات باسعارها. اوكي، الهدف وشو؟ الهدف انه تتعرفون على الاسعار، هل انا موافق او ماني موافق على هذه، هذا موضوع اخر. بس انا بوريكم وش السوق، وش وضع. أنا مع واحد مسؤول الحين بمعرض يقول بالأربع شهور اللي طافت وكذا حدود 20-25% وبعض السيارات إلى 30% نزلت. الآن مثلا الجيب هذا مكتوب أنه ب 86,000، لكن يقول نبيع ب 75. قبل 3 شهور كان يبيعون حدود 100 ويمشي. زي هالمعرض يقول الأسعار هذه قبل شهر كان سعرنا ب 86، ننزل 2003، الآن يقول نبيع ب 75. بعض السيارات إذا ما كتبت كتابات عنها، شوفوا اللقطة الجاية اللي بعدها راح تكون هي المعلومات. شوف بعضها كتابة واجد وتعبت. دخت من الدورة. الآن أقول لكم الفائز بين معارض دول الخليج والسعودية هو الرياض بقوة، وخصوصا للسيارات الجديدة. والله أسعار، تصدقون سوبربان 2017 جديد 153، المستعمل عندهم يحاولون أنه يبيعونه بأعلى سعر، ولكن يخفضون إذا أنت معزم، يخفضون لك بسعر تبي اللي تبي. وبسبب نزول أسعار السيارات الجديدة الأسعار المستعملة طاحت.
الواحد يقول مثلا بيشتري سيارة عمرها سنتين، ليش تشتري واحدة سنتين نازلة قيمتها شوي؟ تقدر تشتري جديدة، زود شيء بسيط وجديد. فلذلك السيارات قاعدة تطيح، القديم الأول واللي جديد. رأيي الشخصي فقط، الشخصي فقط، الرياض هو الفائز، واللي بيجي يشتري بيحصل كل ما يحتاج. والآن وراي درب للدمام، وأتمني أني أفدت، أتمنى أني أفدت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أخوكم عبد الرحمن العجيمي، والسلام عليكم.